بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات اليوم على بركة الله، تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات أشواط الكبار، وهذا الشوط الثاني عشر يندفع مع الأسماء المميزة وهذه الحيل اللي تنطلق في هذه اللحظة. قطعنا الكيلو متر الأول ونعلن المركز الأول، هذا شعار زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع وجود مرموقة على المركز الأول وعلى الصدارة، تليها في المركز الثاني حضور حضرت في هذه اللحظة وشعار صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي الضيف من المرموم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وثالث المراكز. العزوم تحتل المركز الثالث وملكيتها لناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نورة على المركز الثالث. المركز الرابع الأسطورة على رابع المراكز رياض بن ثامر السعدون على المركز الرابع، الضيف من المملكة العربية السعودية يضمرها صالح اليامي. وخامسا من الجانب الآخر هذه هوايل علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري، وهذه المراكز الخمسة أعلنتها لحضراتكم. خلاص المراكز الخمسة الأولى وأسماء أخواني المتابعين، تابعوا هذه الأسماء المميزة الكبيرة، أسماء لها ثقلها، لها أشواط رئيسية حققتها من خلال مسيرتها الرياضية، أشواط رئيسية عند هذه الذرة المشاركة في هذا الشوط. هناك 24 اسم مشارك في هذا الشوط، 24 اسم مشارك في هذا الشوط اللي يحمل نخبة من الحيل. نتمنى التوفيق ونتمنى لكم متعة شيقة، ونتمنى أيضا لكل المتابعين عبر شاشات قناة الريان المتعة والإثارة من خلال ما يقدمه أبناء القبائل في ميدان الشحنية. هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين أبناء الخليج كلهم في ميدان الشحنية هنا في دولة قطر، وهذا الميدان المميز الذي حظي ويحظى بالرعاية الخاصة والاهتمام المباشر والمتابعة الدائمة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أفضل توقيت عندنا توقيت الزعفرانة، أفضل توقيت عندنا توقيت الزعفرانة صاحبة الشوط الأول، هذه الزعفرانة 7 دقائق 50 ثانية 80 جزء من الثانية، هذه اللي فازت بالشوط الأول عند عتيق بن قريع ملكيتها لأنجال محمد بن زايد الخيارين. يا سلام يا سلام، بنعلن لحضراتكم مرة أخرى المراكز بعد التغيير اللي حصل في هذا الشوط. هذه اللي احتلت المركز الأول الأسطورة رياض بن ثامر السعدون ورصيدها مليء بالإنجازات، رصيدها مليء بالإنجازات. هذه تحتل المركز الأول، صالح بن محمد اليامي يتابعها في هذا التقدم. المركز الثاني هذه مرموقة أيضا في رصيدها الكثير من الإنجازات، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. نشوف الشعار هذا، نتذكر الرموز، نتذكر الأشواط الرئيسية، شعار الخيارين على المركز الثاني، هذا الشعار المميز. المركز الثالث صاحب المضمرين يصل في هذه اللحظة مع المركز الثالث، مع وجود حضور على المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع هذا عنده نقطتين اليوم، هذا الشعار شعار بن شريم على المركز الرابع، سجل نقطتين مرعوشة فيصل بن لاهوم بن طالب بن شريم المري، والمتابعة الدائمة عند لاهوم أبو فيصل يتابع هذا التقدم، عنده نقطتين هذا الشعار، عنده نقطتين اليوم ويبحث عن تحقيق نقطة
ثالثة، والله يوفق ويوفق اخوان المشاركين. المركز الخامس من الجانب الاخر شعار بن جرحب مع براقة حمد بن حسين بن جرحب، وارى اسماء قادمة، ارى اسماء قادمة. ثقل يا اخواني، ثقل 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 قادم في 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 لحظة اقترابنا عند كيلو واحد، كيلو واحد امامنا. ضعوا أيديكم على الأجهزة يا مضمرين، ضعوا الأيدي على الأجهزة، هذه لوحة الكيلو متر الأخير. الله، شعار الخيارين مع المركز الأولي مع مرموقة ورقمها واحد زايد بن منصور بن بن غانم آل سيف الخيارين مع المركز الأولي وثاني المراكز. هذه الأسطورة رياض بن ثامر السعدون وحضور على المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز الرابع مرعوشة فيصل بن لهوم بن شريم المري، والمركز الخامس براقة لحمد بن حسين بن جرحب. وهنا التدخل، تدخل يا سلام. الأسطورة، الأسطورة انطلقت بالمركز الأول، تحركت الأسطورة، تحركت مرموقة، وشعار بن شريم يبحث عن تحقيق نقطة ثالثة أبو طالب اليوم. الله، أبناء المملكة العربية السعودية مع هذه العرض اللي تقدمه، اللي تقدمه الأسطورة في المركز الأول. انطلقت الأسطورة، انطلقت الأسطورة، يقودها صالح بن محمد اليامي. أبناء الرياض الآن يتابع رياض بن ثامر السعدون عبر شاشة قناة الريان، يتابع هناك من الرياض، يتابع يتابع. نصبحها بالخير ونصبحها بالخير ونقول له سلام للرياض، سلام مع فوز الأسطورة بالمركز الأول. تهانينا لمالك الأسطورة، مالك الأسطورة رياض بن ثامر السعدون ومرعوشة. ديروا بالكم من بن شريم، ده سواها بن شريم للمرة الثانية، هل سيفعلها بن شريم؟ ولكن اللحظات الأخيرة فاز معنا رياض بن ثامر السعدون. تهانينا، تهانينا لمالك الأسطورة رياض بن ثامر السعدون، وهني المضمر صالح بن محمد اليامي على هذا الفوز. المركز الثاني شعار بن شريم وصل بالمركز الثاني مع مرعوشة فيصل بن لهوم بن شريم المري. المركز الثالث مرموقة لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الرابع غشمرة أو الغشمرية لعودة بن سالم العطوي. المركز الخامس وصلت حضور لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. إذن هذا هو الناموس الذي سجل مع الأسطورة رياض بن ثامر السعدون. أهدت السلامة لأبناء المملكة العربية السعودية والمضمرها صالح اليامي. 8:14 81 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الأسطورة على هذا الفوز، وهذه مرعوشة اللي قدمت أجمل أجمل ما يكون في هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. 8:14 99 جزء من الثانية. تهنئة زفوة خاصة لأبو فيصل لهوم بن شريم المري ولمالك مرعوشة فيصل بن لهوم بن طالب بن شريم المري. ثالثا هذه مرموقة لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. 8:16 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل